معي قطعتين، في واحدة منهم أصلية وفي واحدة منهم تغليد. لا أنا ولا أنتوا راح نعرف التغليد من الأصلي، بس إذا شفنا هذه راح نعرف أن هذه أصلية لأن عمرها يدوم أكثر. هذه راح تكون تغليد لأن سعرها أقل وراح تبدلها أكثر من مرة وتأثر على أداء الماكينة. الشكل اللي قدامي لأنه مقصوص، أكيد أنت ما راح تقصه عشان تعرف الأصلي من التغليد. بس لما يكون الموضوع متعلق بسلامتك وسلامة أسرتك ومستخدمين الطريقة، أكيد أنا أتكلم عن البريك وهو أكثر جزئية تتعلق بالحوادث، في منه الأصلي وفي منه التغليد. إذا ركبت التغليد راح يأثر على الديسك اللي هو سعره يكون أكثر من سعر البريك، وأكيد هالشيء هذا ما راح تفرق فيه نهائيا. وهذا الشيء ينطبق على جميع القطع، وعلشان تريح راسك من الأصلي والمغلد، القطع الأصلية تحصلها عند الوكيل فقط